مرحبا مرة تانية. اليوم صدفة ما مخططة، بس اليوم أنا معصبة بدي أناقش موضوع مهم. هاي ميسو. شكرا فاطمة، منورة كمان. أنتي صار لي زمان ما حكيتك ولا شفتك، أدعينا كمان. All the best for your career as well. موضوع اليوم كتير مهم، يعني أنا ما حبيت أنطر لبالليل. أنا بعرف أغلب المتابعين بالليل، ومثل ما حكيت امبارح كنت قاعدة دردشة فضفضة انه لازم تلحق المتابعين وين، بس ساعات ظروفي ما رح تلحق اني انا اتابع المتابعين وين. فالله يخلي التكنولوجيا انه فينا نسجل، يعني اذا ما كنتوا معي لايف فيكم تسمعوا التسجيل بعدين، وهذا كتير مهم الموضوع. ويعني بدنا نتأقلم ونتكيف مع التكنولوجيا، ما انطر انه التكنولوجيا بوقت معين والناس بوقت معين. انا لازم اظهر بالوقت اللي انا الاقيه مناسب لإلي. كمان صعب جدا انك تتشكل على هوا كل الناس، بس بنفس الوقت حيستفيدوا من التسجيل. هلو ريم، اهلين ريم. اليوم الموضوع كتير مهم، يعني امبارح رجعت عملت شير لموضوع التخصصات تثقيف الحمل والرضاعة لناس ما عارفينه، وللأسف كمان امبارح باللايف كمان ذكرت موضوع انه لسه التخصص بالوسط العربي والثقافة العربية بطيء، خاصة هون عنا. اتسارع ظهوره بالسعودية وبالكويت، بعض مناطق لبنان ببيروت، وبعض مناطق الأردن بعمان. اعتقد في عنا فاتن تميم ورولا قطامي، وفي عنا صوفيا ماترنتي ببيروت، وفي زميلة لأنه موجودة بصيدا، بس كمان جماعة صيدا ما رح يعرفوا كتير بالتخصص. فظهورنا جماعة المغرب العربي بلش شوي كمان، بس لأني ما بفهم لغتهم فأغلبه بالفرنسي، ففي ظهور. فبليز اليوم الجلسة لأرجع أحكي كل الأدوار المهمة، شو هي التخصص وشو الأخطاء اللي بتقع من الأطباء. مع احترامنا لتخصص الأطباء، نحن ما بنحكي عن الأطباء كأطباء، نحن عم نحكي الأطباء اللي ما بيعرفوا بالرضاعة الطبيعية، ما بيعرفوا بتخصص الرضاعة. في عنا أطباء بتخصصوا بالرضاعة الطبيعية، يعني هو طبيب طفل بيأخذ الامتحان نفس اللي أنا أخذته، وهو طبيب نسائية أو هي طبيبة نسائية بتأخذ نفس التخصص اللي أنا أخذته. يعني أنا والطبيب بنفس المستوى بنفس العلم من موضوع الرضاعة الطبيعية. هو الفرق إنه هو مرجعيته طبيب بكل مجالاته الطبية، أنا مرجعيتي تمريض وماجستير بابليك هيلث أو صحة عامة بكل مرجعية اللي هي دوري المجتمعي أو التوعوي أو الصحي أو التمريضي. في عنا نفس الأخوات قدموا على امتحان استشاري رضاعة صيدليات، وفي كمان أخوات تغذية. فبرجع بقول اللي تخصص بالرضاعة تخصص بحد ذاته عالميا، وليس فقط دورات ما إلها مسمى ما إلها وزنة في المجتمع. لكن للأسف ظهورنا بطيء. مستشفيات صديقة للطفل موجودة، وبرجع بقول للأسف كمان حكيت امبارح في استشاري رضاعة تجاريين جداد، يعني موجودين بالمستشفيات لكن لا بلا خبرة، يا إما تجاريين أخذوا الشهادة عم دوينج ماركتينج. يعني لازم نكون واعيين، أنا باخذ الشهادة لأتثقف فيها. حتى شهادة تثقيف الحمل أنا صلي سنتين فيها، لكن ظهوري بالحمل بطيء لأني بدي أتمكن من المادة. ما بقدر أصعد بفتوى ومعلومة إذا أنا ما متمكنة منها. أسلوبي بالرضاعة الطبيعية الكل بيعرفه بعملية الإقناع، بعملية يعني خلينا نقول تشخيص، وخلينا نقول البحث عن الأسباب اللي بتأثر فيها وكيفية الحلول، لأنه عندي باع طويل من التجربة. أما تيجي تقولي لي أنا بدي أمسك شهادتي هلأ الجديدة بتخصص معين وأمسكها وأقول لك أنا جاهزة لأفتي لك، سوري أنا ما بقدر. أنا مش نسرين هيك، أنا بأخذ شهادتي بستنى خبرتي وبعدين بعلن على تخصصي اللي بضيف. لكن بالسي في وبالسيرة الذاتية بالمواضيع اللي بقدر أفتي فيها بفتي فيها. فورش الحمل والولادة الحمد لله عندي فيها، بضل التطبيقات كيف أربط وأحلل بعض الأمور. اللي حيدعم موضوعي أكثر خبرتي الطويلة بالمستشفيات، يعني علاقاتي بالمستشفيات، علاقاتي بالأطباء، علاقاتي بالممرضات في كل إمارة، وهلأ كمان عندي علاقات في السعودية والكويت ولبنان والأردن. فهذا الشيء رائع، بس الفرق انه ظهوري ببطء مش لاني انا ما بدي اظهر مثل الاخوات الاخريات. اولا الوقت، ثانيا الاسرة، ثالثا العبء المادي لحتى انت تعملي مونتاج بهاي الامور، هذا كله موضوع مادي. اوكي، فانا ظهوري بطيء، وقتي عم بيروح مع الاستشارات والورش لانه الام عم تحتاجني اكثر ما السوشيال ميديا عم تحتاجني.
حتى لو ظهوري بطيء. هلأ دوري اليوم أرجع موضوع نحن تخصص موجود في مثل خبرتي كتير، لكن اللي خبرة بنعدوا على الأصابع. أوكي؟ فنحن جماعة الشارقة في كم وحدة، جماعة دبي في كم وحدة، وأبو ظبي كم وحدة؟ رح تقولوا لي الفجيرة وراس الخيمة، ورح تقولوا لي عجمان، عجمان مستشفى خليفة كمان عم بيخدموا قد ما فيهم. بس كمان نقول إنه يعني خبرة بحد ذاتها أعتمد على عمياني بدون ما يكون في مشاكل، مستشفى الصديق للطفل حيدعمني، لكن مستشفى الصديق للطفل مفعل وليس كسول. أوكي؟ لأنه كمان للأسف بعض المستشفيات بتأخذ الموضوع تجاري، إني أخذ مسمى، بس وين كفاءة الاسم هذا لما نلاقي ريفيو من السوشيال ميديا إنه الأمهات بيقولوا والله المستشفى الفلاني تابعوني بكذا وكذا وكذا. أوكي؟ فنرجع نقول شو سبب اللايف اليوم، إنه تشخيصات الخطأ من أطباء النساء وأطباء الأطفال. أنا إجتني لهلأ 3 حالات بورش الحمل. واحدة الحمد لله أنجزت معها وما شاء الله حطيت فويس نوت على رسالة الشكر تبعتها من فترة. الأخت صادتني من كم شهر وهي حامل بالسابع، عندها خوف ورهبة من موضوع رضاعة للطفل الثاني، الطفل الأول فشلت فيه وكان فيه مشاكل. فتخيل إنها تبحث عن هذا التخصص أو حدا خبير، والحمد لله إنه وصلت لحدا بإذن الله خبير. أوكي؟ فلما داومنا موضوع الورش وتناقشنا وحضرت كم ورشة كمان بالفترات مع الاستشارات، كان الموضوع الحمد لله ولدة يعني خلفت الحمد لله بأمان. كمان تابعتني على الواتساب بعد الولادة وظلت خايفة، كنت أدعمها، كنت أتابعها، بعت لها يعني الفويس أو الفيديوهات. ما شاء الله البنت كمان 5 أو 6 شهور بترضع طبيعي وكل يوم بتدعي لي، يعني أكبر من هيك نعمة ولا يعني ما فيني بقول غير هذا بفضل رب العالمين. فبرجع بقول هاي تاني حالة أو تالت حالة، في أخوات عندهم رهبة. إجتني حالة من دولة عربية ما رح أذكرها. أوكي؟ وبعتت لي صورة الثدي، أنا بدون ما تبعت صورة الثدي أنا متخيل الوضع، البنت عندها رهبة من موضوع رضاعة لأنه الأطباء خبصوا بالمراهم، ما بيعرفوا التخصص، وللأسف هاي الدولة ما في عندنا هاي التخصص للأسف يعني. لكن إنها تكون مرعوبة من لحظة إنها بدها ترضع، بدها ترضع هي بين سلاحين أو بين شقين من الهموم. نفسي أرضع كأم، نفسي أحس حالي إني أم كاملة، وبنفس الوقت أنا مرعوبة من الرضاعة. الله خلقني لأرضع وأنا ما عارفة أرضع، الله خلقني أرضع وأنا خايفة أرضع بسبب التشخيص الخطأ، وبسبب إنه كان تفصيل الحلمات كان مثلا تشققها غلط، الوضعية غلط، يمكن البيبي عنده ربط لسان، يمكن البيبي كان عنده مشكلة بالرضاعة بالفك أو يعني الأعصاب الفك أو الخدود، أو صار شيء بالولادة. في أسباب نحن نبحث فيها لنعرف ليش ما كان في طريقة رضاعة صح. الثدي يعني منظره رهيب لدرجة انه اي واحد يشوفه حيقولك مستحيل ارضع بحياتي. فعشان هيك نحن عم نشحن طاقتها، والمفروض ان هي عم تسجل معي ورشة رضاعة طبيعية لحتى تتثقف اكتر. العامل اني اشيل منها الخوف مش سهل، العامل انه هي لتتأكد انها حتنجح بالرضاعة بدون مشاكل بدون خوف وقت متولد. فبليز اذا انتم ما بتعرفوا بالتخصص حاولوا لحدا بيعرف. اوكي؟ او على الاقل طبيبه بتعرف طبيبه بتعرف. تمام؟ يعني نحن اطباء استشاري رضاعه في نسائيه تخصصوا استشاري رضاعه، وفي اطباء اطفال تخصصوا استشاري رضاعه. غير هيك اذا هو طبيب اطفال بس طبيب اطفال، خدي منه الدواء، الرشح، الحساسيه، الترجيع اذا بدك، خدي بس رضاعه تغذيه بترجعي لعنا. نسائية بس يصير عندك تشقق ما تروحي عندك، روحي لعنا، لأنه نحن عنا خبراء الأطباء اللي هن تخصصوا نسائية، أو خبراء الأطباء اللي هن أطباء العائلة أو طب الفاميلي ميديسن واتيفر تخصصوا رضاعة طبيعية، عارفة شو نوع التشقق، عارفة شو نوع المرهم، عارفة البروتوكول اللي رح تمشي عليه. في عنا دكتورة بمركز تعزيز الأسرة وطاقم طبي معها بالشارقة، يعني بروتوكول رائع، وبعدين كل بروتوكول مختلف عن الثاني، يعني مستحيل تعطيكي، يعني حتعطيكي الورقة ورح تعطيها لوحدة تانية، لكن انت المانجمنت تبعك غير المانجمنت تبعها، لأنه كل حالة مختلفة عن الثاني. فبليز أنا برجع بقول موجودين نحن حتى لو عددنا قليل، ما تروحوا وتضلكوا تدفعوا فلوس على أطباء تشخيص خطأ بالرضاعة الطبيعية والثدي ومشاكل الثدي. تمام؟ جتني كمان أخت يعني الموضوع كتير مضايقني، في عنا أطباء أطفال تخصصوا بالرضاعة أو داعمين للرضاعة. تمام؟ هلأ يمكن بمصر ما شاء الله كأستشاري رضاعة كلهم أطباء، نحن بدولة الإمارات وخلينا نقول بالسعودية منوعين بين تمريض وصيدلة وتغذية.
لكن اطباء اطباء استشاري ضاعوا حتلاقونا بمصر مليانين. اوكي نحن اتجاهاتنا اللي حبوا الموضوع وكملوا فيه اغلبنا شو اللي هن مين؟ تمريض تغذيه صيدلي. ولحتى ازيدكم من الشعر بيت، نحن كتير بعاد عن التخصصات الغربيه، في فتح باب للناس اللي مش بالخلفيه الطبيه، يعني اجانب، حتى في اخوات، في وحده صاحبتي زميله موجوده بالكويت وهي مش بالخلفيه الطبيه وكملت بهالمجال بنفس التخصص، يعني في باب انفتح لانه عرفوا انه في ناس تقدر تخدم بهالمجال، فتحوا هالباب بالتخصصات الاستشاريه، البورد الاستشاري العالمي. بس مش معناته انه انا اخذ الشهاده بسهوله وما امشي فيها، ومش معناته كمان اني انا اخذها واعلقها، تمام؟ فلازم نعرف انه مثل ما نحن عندنا تخصص طبيب الغدد، تخصص طبيب نسائيه، تخصص طبيب العيون. هلا اذا رحتي عن طبيب العيون اوكي رح يوصف لك دواء، طب لو رحتي عن طبيب النسائيه قلتي له عيني بتجاني رح توصف لك دواء ولا حتحولك على طبيب العيون؟ لو عندك مشكلة بتخطيط القلب رح يتوصف الدواء ولا حتحولك على طبيب القلبية؟ لو عندك مشكلة بالغدد رح تحولك انت على أدوية بخصها هي ولا حتحولك على طبيب الغدد؟ نفس الشيء، نحن تخصص مكمل للطبيب وهو تخصص مكمل للتمريض والصيدلة وأي كادر طبي، فالمفروض تتحول لاستشاريات الرضاعة أو يعني مختصين أخذوا في نفس المجال. نقطة مهمة تانية، بشكر ثلاث أطباء موجودين لهلأ، المفروض تنتين، لا واحدة بدبي وتنتين بالشارقة، لهلأ اشتغلت معهن اوكي وببعتوا لي، واحدة منهن اساسا استشارية رضاعة، طبيبة نساء واستشارية رضاعة، لكن لانه مجالها العملي بالطب ما بكفي انها تاخد خبراتها بالرضاعة، فبتحول الحالات اللي بتلاقي بدها متابعة لإلي. احترم الطبيب اللي احترمت تخصصنا وبعتت الحالات، احترم الطبيب اللي بدبي كل ما تلاقي ام بتعاني بالرضاعة الطبيعية وتبعت لنا اياها، وانا اللي بقدر عليه بعمله واللي ما بقدر عليه بحوله لعيادات الرضاعة الطبيعية للمتابعة اللي بتكون يعني 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 بدها شغل كتير، تمام؟ فبرجع بقول نحن تخصص بحد ذاتنا، ما بدي اسمع طبيب اطفال بيتدخل بتخصصنا اذا ما بيعرف. نحن هلا موجودين الجروبات، يعني انا الحمد لله فعال بجروبات اجنبيه وعربيه، لكن للاسف ثقافه الاجانب لهلا عم تسبقنا. السيرش جوجل وير از ذا دكتور ذات سبورتس مي، او وين استشاريه الرضاعه، او وين اختصاصيه الرضاعه، او وين العياده اللي بتدعمني، وين العياده اللي بتدور على الولاده الطبيعيه والغريزيه او الرضاعه الطبيعيه. نحن بس توقع المشكله اوكي بنرجع كمان منفصل بتسعيره الاستشاره الطبيعيه، او منفصل بانه هاي يمكن تضيع وقتي. طب ما انت رحتي 3 4 مرات على طبيب الاطفال او طبيب النسائيه، كم دقيقه قعدت معك؟ كم دقيقه بتقعد طبيب النسائيه او طبيب الاطفال؟ اساسا ببروتوكولات المستشفيات والعيادات كل بروتوكول عند كل مؤسسه حاطين رينج معين ما يتغطى فيه زياره المرضى، يعني مثلا انت مثلا مستشفى بيقول لك بحق لك 5 ل10 دقائق او من 10 ل20 دقيقه متابعه هاي المريضه بغض النظر، وعلى اساسه بيقسموا المواعيد. فانت مو متوقع انك تحطي اسئلتك كلها او حتى تحس فيكي ولا تعرف، حتى الطبيبه ما حيكون عندها شو مشكلتها مع جوزك، شو مشكلتك مع اولادك، شو مشكلتك مع نومك، ما رح تسالك. نحن كاستشاري رضاعه وحطيت على الواتساب من امبارح وانا كثير متاثره بالموضوع، نحن تخصصنا اجتماعي توعوي طبي نفسي صيدلي امومي وطفوله. نحن عم نلم الموضوع باغلب المحاور، والشيء اللي ما بنعرفه بنكمله مع حدا تاني من التخصص. طيب سؤال حلو كويس انه اجانا حدا على اللايف، اجاني وجع ظهر وانحناء، هذا السؤال كتير مهم لانه امبارح كان عندي ورشة رضاعة طبيعية من ضمن ورشة الحمل، كتير مهم للاخوات يتأكدوا وضعيات الرضاعة الطبيعية وضعية تريحني انا بالاول وبعدين الطفل، تمام؟ ما فيني انا اضطر اجي للطفل لانه اذا انا باجي للطفل في عملية الرضاعة رح يصير في انحناء وألم في الرقبة والظهر مع تقل مين؟ تقل الثدي، تقل الثدي أو ثقل الثدي، يعني عم بيعمل ضغط على العمود الفقري، وأنت أساساً لسه عندك شوية بطن بعد الولادة من تأثير الحمل، ففي انحناءات، فأنت مع الوضعية الخطأ في الرضاعة الطبيعية ساعدتي على أن الانحناءات تتطور، فلازم تجلسي باستقامة أو تتسطحي على جنبك وتحطي مخدات لو أنت جالسة لترفع الطفل لمستوى الثدي، ما بتيجي للطفل، الطفل اللي بيرجع لمستوى الثدي الأم، تمام؟ وشوف الفيديوهات، تابعيني خاص على البرايفت، أبعت لك الفيديوهات المهمة والاستشارات لو بدك متابعة. شكرا حبيبتي لمتابعتك. برجع بقول نحن تخصص بحد ذاته
اي شيء بخص الطفل رشح مرض صار معه شيء روحي للدكتور، ما بزعل تخصصه، بحترم تخصصه، ما انا بدي اخذ اولادي على طبيب اطفال اذا عنده شيء، بس اي شيء بالرضاعه وهو ما تخصص وجاي يقول لك مثلا الرضاعه حتفوت هواء، او حيقول لك الرضاعه اللي كثير ما منيح لازم تمني كل ساعتين ثلاثه، طب خلال الساعتين ثلاثه شو اعمل فيه اذا الطفل ما نام؟ واكثر شغله يعني احبس الطفل، يعني الطبيب طبيب بكل فخامته ورقيه وخبرته الكبيرة بالطب بعده بيقول على العادات القديمة احبس الطفل بغرفة وخليه يفقع لينام لحاله، لا بليز، روحوا شوفوا الدراسات الأجنبية، روحوا شوفوا الورش اللي بنعملها مع الأجانب، نحن بنحمل أولادنا طول الوقت وبنحاول نصبر عليهم، إذا طفلي الله ابتلى مثلا بمرض معين أو شيء لازم أصبر عليه، إذا كان طفل كامل مكمل في مسلمات لازم أمشي فيها، أنا كأم دوري أني أعتني بالطفل، ألاقي الحلول اللي تساعدني، أستشير الخبراء لألاقي الحلول، ممكن حمام دافي، ممكن أمطه، ممكن أحطه على هزاز، وأكثر شيء نحمل الطفل، ثقافة حمل الطفل مش عنا للعرب للأسف، نحن حطوه يبكي لحاله وحطوه ما تعودوه على الحمل، أنا حملت أولادي بأغلب السوق والمولات، يعني أولادي ركبوا عربيات قليل جدا إلا إذا مسافة بعيدة أو رايحة حديقة، كتير حملت أولادي، لا تعلقوا فيني ولا دبقوا فيني ولا صار شيء. يعني الموضوع مش مجرد انه ثقافة نقولها بدون وعي، اذا ما اعطيت اهتمامك في اول سنتين للطفل الطفل كمان رح تتأثر نفسيته، يعني انا اول سنتين بهالنقطة اذا ما حملته ما رضعته شو اعطيته انا للطفل، اذا ما اعطيته حنان اذا ما اعطيته رعاية شو اعطيته للطفل انا، حتى لو انا ام مش مرضى واعطيت رضاعة صناعية بسبب طبي او ما كان عندي حد يدعمني، الرضاعة الصناعية كمان بحتوي الطفل، بحطه بحضني، بطلع عليه، بحكي معه، مش بحطه بالعرباية وبحطه بالتخت واشرب حليب لحالك، يعني موضوع انه نحط الطفل يبكي لحاله، حط الطفل يتعود ينام لحاله، بليز في روتينات بنتعود عليها، في بعض البرامج وبعض الشغلات يمكن انا ما تخصصت فيها، فيها اولويات، وتأكدي كل طفل مختلف، انا مخلفة كذا طفل، كل طفل روتين نومه مختلف عن الثاني، شخصيته مختلفة وحملي فيه مختلف، حتى تغذيته، فانتبهوا حتى لما انت بدك تعملي روتين مع اول طفل ولقيتي حالك نجحتي مستحيل تنجحي فيه بالطفل الثاني، تمام؟ فبليز نتأكد من هالنقاط. اوكي بالنسبة لوفاء، هلا وفاء، انا بنتي بترضع من الصدر والصدر الثاني ترضع شوي وبتتركه، شو الحل معها؟ مثل ما حكينا وضعيات الرضاعة مهمة، اذا في وضعية انت ما ارتحتي عليها بدك تغيريها للصدر الثاني، هاي نقطة كتير مهمة، تمام؟ النقطة الثالثة، اذا انت كأم متعودة على اليمين اكتر من اليسار او اليسار اكتر من اليمين، انت لا اراديا عم بتخفف الرضاعة من جهة معينة او استسلمتي لانه الطفل عم بيمتنع، فطبيعي شو رح يصير؟ هذا الدر والضخ في هذا الثدي رح يكون اقل من غيره، فالطفل لما ما يلاقي الدر وضخ ما رح يعجبه، رح يرفضه، هو لازم يحس بالدر والضخ في عملية الرضاعة لتستفزه بالمص، إذا ما لقيتها ما رح أستفيد منها، فكتير مهم تنتبهوا، فإذا قطع شوط أو قطع وقت إنك ما لحقت الموضوع طبيعي ما تتعود على هذا الصدر، يعني كتير أخوات بيجوني أنا صدر يمين وصدر طويل، صدر يمين سوري كبير أو يسار والتاني صغير، ليه؟ لأنه أهملت الموضوع، لو مسكت الموضوع من الأول لا رح يصغر حجم صدرك ولا رح ينشف، وبالحالات اللي فيها الطفل عن جد مضايقني وما عم بيمسك الصدر في حالة لهلأ عم بتابعني من 3-4 أيام ومن على آخر حدود أبوظبي بعد بتابع معها، المهم أنك تشفطي، إذا الطفل ما عم بياخذ الثدي بدي أشفط لأني ما بدي الإضرار يتأثر ولا أنه يرفض الإضرار بسبب اللي هو كمية الحليب، تمام؟ فالوضعيات مهمة، تغيير الوضعيات زائد تلاقي حل أنك تشفطي مؤقتا الصدر الثاني، بس بالنسبة لوضع بنتك وفاء أنت ما شاء الله عديتي مرحلة فحتى كمية الحليب رح تكون أقل، يعني من بعد الست شهور ما تتوقع كمية الحليب بنفس كمية الست شهور اللي قبل، لأنه جسمك شوي شوي رح يبلش انه يخفف على حسب احتياجات الطفل، لكن هو كافي وبكفي لما بعد السنة او السنتين، تمام؟ بسبب مثل ما قلت اللايف كان سببه اوجه تعريف لتخصصاتنا، ولازم الاطباء الاطفال يعرفوا عن تخصصاتنا، الاطباء النسائي يعرفوا ويحاولوا، وانا حكيت انه في 3 اطباء لهلا يعني بشكرهم انه بثقوا لاني اشتغلت معهم فتره وعارفين تخصصي، اي مشكله بالرضاعه الطبيعيه ببعثوا لي يا بحلها معهم يا بحولهم، يعني هذا دوري والحمد لله بتابع الكل قد ما فيني وما بقصر بقدر المستطاع. نقطه مهمه، شو تخصصاتنا؟ انا حكيت في فيديو قبل وحطيته شير، فيك تتابعوا انتم التسجيلات بالانستغرام والفيسبوك،
تخصصات الرضاعة الطبيعية childbirth educators أو مثقفات الحمل والولادة ومرافقة الولادة تخصصات مش عشوائية، تخصصات أصلا موجودة بأوروبا إذا كانت معاهد أو جامعات كبيرة أو شهادات معترف فيها من منظمات صحية. نحنا كعرب أخذناها كتير متأخر، ولما عم ناخدها لسه منبلش نعرفكم عليها، بس لسه في خلينا نقول عدم ثقة أو عدم وعي بدورنا. فاستشارية الرضاعة لازم تقري كذا كتاب، أوكي، ولازم حبيبتي لازم تقري كذا كتاب، أوكي، ولازم تقدمي على الامتحان، والامتحان مش سهل. إحنا حكينا أطباء بيرسبوا بالامتحان، أوكي، مش بس ممرضين وصيادلة، أطباء بكل خبراتي برسب الامتحان. الامتحان مش سهل، بيدخل فيه العامل النفسي، الصيدلي، الدوائي، الحالات المرضية، الحالات الاجتماعية، الإثكس أو اللي بيقولوا مش عارفة ترجمها، لا الإثكس أو الشغلات الأخلاقية اللي هي الشغلات الأخلاقية بالمهنة، الأخلاقيات المهنة يعني، أوكي، في الإحصاءات. يعني امتحان لامم كل شيء لحتى تجيبي علامة البس اللي بيقولوا الراسب والناجح. ما بنطبح لنسبة، بس أنجح بالامتحان، نجاح ورسوب. فأنتي لحتى تعملي هذا الموضوع معك 5 سنين لتقدمي للامتحان، وفي ناس عم بتضل تعيد الامتحان. فتخصصنا مش لعبة، تخصصنا مش أنا استشارية رضاعة وحط الطفل على الرضاعة وخلص. اللي تابعوا استشاريات الرضاعة وتابعونا، أوكي، عرفوا قدي وقت نحن منستهلك، قدي منسأل أسئلة، قدي مندعم الأم، قدي مندور بمشاكلها الاجتماعية والشخصية والنفسية، قدي منعطيها أفكار وحلول. فإحنا مش بس يا أم حط الطفل على صدرك وخلصنا. للأسف لأنه بعدنا عن الطبيعة، استسهلنا المصادر الصناعية، استسهلنا الحليب الصناعي، استسهلنا العمليات القيصرية، استسهلنا قص العجان، نيجي على الولادة مش جاهزين، نيجي على الولادة نخلي الكل يخبص فينا. طبيعي أنه ما يكون في شيء طبيعي، تمام؟ فإذا أنا ثقفت صح وأخذت العلم صح، طبيعي أنه ما حدا حيقدر يأثر بقراري كأم واعي، أوكي؟ موضوع تاني، بورشة الحمل، بورشة الحمل سوري ورشة التغذية مرة، وهلأ مع استشارة من بعض الأخوات من شوي، طبيب الأطفال عم يوصف لك حديد. يعني ثقافة لا نسأل، ثقافة لا نسأل لما وكيف ولماذا. الله يرحمك يا شو كان اسمه العلمي، كان البرنامج تبع الصغار كيف ولماذا. نحن لازم نتعلم كيف ولماذا. لما الطبيبة تعطيني دواء بدي أقول لها ليش أعطيني الدواء وشو جرعته وليش بدي أعطيه، شو اللي خلينا نقول السايد افكت أو الأعراض الجانبية، ليش بدك تعطيني إياه، لأمتى بدك تعطيني إياه، وشو سبب أعطيني إياه. أعطوها للطبيب الحديد للأمهات، لا فحص الطفل إذا عنده نقص حديد ولا لا، ولا حتى أعطاها إشارة إذا الطفل محتاجه ولا لا، بس وصف لها إياه. هاي حالتين خلال شهر، حالتين، واحدة بورشة وواحدة باستشارة. طب لأمتى بدنا نعلم الأخوات ثقافة اسألوا، اسألوا ليش؟ مش لانه انا عندي روشيتا بالتامين بدي اعبيها بالبوليصه، مش انا لاني دفعت له 250 350 باستشارته واحمل دواء ب 500 ولا ب 70 ولا 80 وات ايفر. طب انا الدواء ما بدي اياه ليه حتى اخده، طب بلاش بدي شيء، انا بدي اعرف ليش الوصف هذا الدواء. ما عنده حديد ليه حتى اعطيه، ما عنده نقص، هل اعمل لك فحص نقص حديد؟ اطلبي، اطلبي فحص نقص الحديد قبل ما تعطيه. الشماعه اللي ماسكينها حليب الام فيه حديد، طبعا اللي بدها تعرف جواب السؤال بدها تروح على ورشه التغذيه، اوكي، لانه لنشرح انه قد ايه حديد موجود بالام خلال الست شهور الاولى، ونقنعها لبعد كمان الست شهور اللي وراها، وقد ايه بدك انت بروتين، وانت بلشتي بروتين، وكم مره بتعطي الطفل اكل، هذا كله اللي بيحدد عنده نقص حديد او لا. فاللي حضر ورشه التغذيه عارفين عن شو بنحكي. فبليز اللي بيعطيكي دواء بدون سؤال اسالي، سواء كان نسائي ولا اطفال، ليه لحتى يعطيني حديد؟ يا عمي ما اشتكيت من نقص حديد ولا حتى فحصته للطفل، تمام؟ حبيبتي ميس شكرا لتعليقك، الله يرضى عليك. قدي وجودكم مهم وشو غير بمسار حياتي اصلا كلها، الله يفتح عليك يا رب ويسهل امرك يا رب حبيبة قلبي. فبرجع بقول سبب التسجيل اللي حيشوفوه تسجيل بعدين، نحن تخصصات موجودة وقلنا احنا حتى نتخصص ما اخذنا الشهادة بسهولة، اوكي، وتخصصنا متشعب يلوم كل التخصصات. واللي احلى من هيك عندي زميلة صيدلية بنفس التخصص استشارية رضاعة، يعني حتفيدني بالمجال الدوائي. عندي زميلة استشارية رضاعة تغذية حتفيدني بمجال التغذية. عندي الاطباء اللي تخصصوا رضاعة طبيعية كمان بمجالهم. فبليز انه ما تروحي على الطبيب ويجي يقول لك، يعني يحكي اللي يحكيه ترجعي لعنه،
ما منلومه لأنه ما تخصص، بس بليز ما تفتي بشي ما بتعرفه، وما تعلم الأم إنها تحرم الولد من حضنها وإحبسه بالغرفة لحتى يفقع ويسكت لحاله ويتعود، أو يعني ما بعرف، بس إنه عن جد انتبهوا لهالنقاط. يعني إنه طبيبة مش خبيرة بمشاكل الثدي تمام تقول والله أحاول على الأقل جراح ثدي، يمكن شوي جراح الثدي عنده خبرات تمام، اما بس توصف لك دواء بدون يعني ما بنعرف هل هو التشقق تبعك سبب فطري ولا بكتيري اوكي، ولا في اسباب تانية، يمكن يكون بكتيري على فطريات كله مع بعض. طيب انت عالجتي الثدي، يمكن عنده ربط لسان، ما حلت الموضوع، انت ما شفطتي الحليب، صار عندك التهاب ثدي مع التهابات مع تشققات، لفيت الدوامه كلها. وكم وحده كانوا يتصلوا فيني يطلع لهم خراج يبكوا ما قدرني يكملوا رضاعه، لانه كان اول تشخيص خطأ وعلاج خطأ، فهي بالمرحلة الثانية بدأت ترضع وخايفة. فبليز ثقافة تحضير للولادة، ثقافة البحث عن استشاري رضاعة، مثقفات الحمل، ثقافة البحث عن مستشفيات الصديقة للطفل، صديقة للأم، إذا عندهم ورشات تتابعوا معهم. هلا بغض النظر إنه بعد المستشفيات الموضوع تجاري، يعني ورشة أبو ساعة وفيها المعلومات خلينا نقول قشور، غير لما تاخذي برنامج كامل متكامل من حدا مختص، لأنه بياخد كل التفاصيل كل المرحلة. راقبوا مواقع التواصل، شوفوا التفاصيل بالورش، وشوفوا التفاصيل وردود الأفعال تاعت الأخوات، في تفاصيل غيرت مثل ما قالت الأخت ميس، غيرت الموضوع كامل بمجالها. في أخت حكتني من فترة ولهلأ ما شاء الله بتشكرني، يعني عن جد أنا محرجة من كمية الشكر اللي كل يوم تشكرني إياه وتدعي لي، وهي أقل وحدة أنا أعطيتها من وقت كاستشارة. سبحان الله، الخرافة كالتالي، انه هي المفروض انه كان انفصال مؤقت عن الطفل عمر بنتها سنة، والمفروض انه بنتها الثانية بالمستشفى، فهي ما بدها تفطم، لكن كل اللي حواليها بالعيلة افطمي وما بيسوى وخلص. طبعا هي سألتني سؤال، اخذت رقم من السوشيال ميديا وجاوبت على السريع واكدت لها انه المعلومة انه في صالحك، وبس رجعت على البيت اللي صارت تبكي انها رضعت بنتها. طبعا بكل ما هي بالمستشفى شفطت وخبت او شفطت ورمت whatever كان البلان، المهم حافظت على الادرار. قديه موضوع اني اجاوبها بمعلومة صحيحة اثرت بنفسيتها لهلأ بتدعي لي وتبكي انها قدرت ترضع بنتها بس ترجع من المستشفى. هذا الشيء رائع جدا، لانه مش كل ام بتحس بمعاناة انه حدا يقرر عني امومتي، حدا يقرر عني فطام، مش انتوا اللي تقرروا الفطام. وللاسف بعد العيلة بتقول لك افطمي لانه الحليب ما منيح فسد. يعني انا سؤال بدي اساله، اذا كان انا ولا امي ولا ستي ولا الدكتور، الله بدي يحط بجسمي شيء ليفسد؟ مش حيحط بجسمي حليب ليفسد. فيهتموا لهالنقاط، العادات والتقاليد والثقافات عم بتأثر فينا، دوروا على المعلومة الصح، دوروا على المعلومة الصح، ودوروا على الثقافات المهمة اللي ممكن تدعم. يعني في بعض الممارسات بالعادات والتقاليد بقولك مع الطبيعة ماشي صح، بس في بعض العادات والتقاليد عن جد بعيدة عن العلم، بعيدة عن العلم، يعني بتأثر. غير موضوع طرحته مع زميلتي بالشهر 8 أغسطس، كان أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي، زميلتي كمان نغم استشارة رضاعة وخصائي التغذية، حكينا انه مش انت اللي بتقرر عني امتى افطم ابني ولا بنتي، انا بقرر الفطام بسبب ظروفي انا وابني، حالته النفسية وحالتي النفسية واستعدادي تمام. قريبا اعمل لايف عن الخرافات، بس رصيلي كل الخرافات لانه قد ما بدي اجمعهن كتار. رصيلي الخرافات، هلا بنحط بوست. برجع بقولك انه الحليب بيفسد، ويعني ما قادرة اتخيل الله عطاني شيء ليخرب، ما أدري. يعني إحنا كمسلمين عم نقرأ شيء بالقرآن، وانذكرت آية الرضاعة كذا مرة، وسيدنا محمد أخذ من مرضع تمام، وسيدنا إبراهيم رجعوا له حضن أمه ليرضع، وفصاله في عملي، كم مرة تكررت آية الرضاعة عشان الله يعطيني شيء يفسد إذا ما رضع؟ طب يا عمي ما عارف أفسرها، ما أدري أفسرها، لأن أولا لا هي دم فاسد ولا هي خراج، حليب وتجمع محله، يا بتفضي يا بترضعي تمام. يعني المشاكل خلينا نقول الحساسة خلال أسبوع، المعتقدات الخطأ والخرافات، أو تدخل في شؤون الأم، مش أنتوا اللي تقرروا عني أمتى أفطم، أوكي أنا بفطم لما أنا ألاقي نفسي إجازة أنا والطفل، زائد تخصصات الأطفال، فتاوي الأطباء الأطفال والنسائية اللي مش بتخصصنا، بدك تتخصص تعرف عن علمنا تفضل على الموقع تاخذ استشاري رضاعة لتعرف قديت عبنا لأخذنا الشهادة وقديت عبنا. حتى وأنا بمجالي في شغلة ما بعرفه بحولها للطبيبة، لأنه هي كمان مرجعيتها طبيبة،
بس بنفس الوقت عارفة انه هاي بتأثر على الرضاعة ولا ما بتأثر، بتدعم الرضاعة ولا لا. نفس الحكي بالحمل والولادة الغريزية، في امور كتير بالطب حمل اوكي ولادة غريزية في اخطاء طبية او ممارسات طبية او تدخلات طبية ما مضطر الام تمرق فيها، لانه هاي حتعكس عملية الولادة والمخاض بطريقة سليمة. ففي شغلات لازم نعرفها، انه في امور عن جد انا كتير محروق دمي عم ننقل علم للاخوات بالجالية العربية، بس احنا متأخرين عن الاخوات بالجالية الاجنبية او عن بعض الدول العربية. استثمارك في انك تاخدي تثقيف او ورشة تختص الحمل والرضاعة وتغذية الرضع او صحة المرأة صحة الطفل، هذا مش مضيع على الك ولا لفلوسك. انت عم بتلفي على دكاترة كلهم ما بتلاقي حل، عم تدفعي 350 كل زيارة، واذا عندك تأمين عم تدفعي 50 او 35 او 70، بين 35 لل 70، وعم تدفعي حليب صناعي كل اسبوع 10 ايام بدك حليب صناعي صح؟ طيب هلا احنا بنتوقف علينا بس لما نجرب استشاره الرضاعه ومثقفه الحمل نمشي معها قد ايه بدها توفر علينا؟ لا، بهاي الحاله احنا ما عم نوفر، نحن عم نكب مصرياتنا بالهبل. بس ان تلفي على كذا طبيبه، تلفي على طبيبه ممكن تكون تستعجل على القيصريه بدل ما تطول على الطبيعي، تلفي على طبيبه ما قالت لك هيئي نفسك جسديا ونفسيا، استعداد النفسي والجسدي والتغذوي اللي حيسهل عملية المخاض ويقصره أو يعطي نتيجة إيجابية. إذا أنت رايحة للطبيبة لا رياضة ولا أكل ولا نفسية منيحة، خلص الطبيبة بحق لها تعمل اللي بدها إياه، يا تقص عجان يا تعمل شفاط يا تعطي طلق صناعي يا تعمل قيصرية. هذا مختصر مفيد عن بعض أفكار تخصصاتنا. بليز نحن تخصصات إلها شهادات، ابحثوا عنها اذا كان موجود عندنا. انا ما عم بروج لاني شخصيا لانه بالمجال موجودين اوكي، بس للاسف في درج استشاري ضاع جدات اخذت الشهاده وقعدت بوزيشن بمكتب، فانتبهوا كمان من هدول. او مثقفه حمل عملت بزنس وبلشت، انتبهوا كمان من هدول، سبحان الله هالادام اوكي. فنقطه مهمه تنتبهوا تسألوا عن تاريخ استشارية الرضاعة ومثقفة الحمل وعلاقاتها القوية مع تجاربها. سمعت قصة من بعض الدول العربية، للأسف صار في هجوم من بعض الأطباء على مثقفات الحمل بعض الدول العربية، لأنه هاي مثقفة الحمل ما عملت بي خلينا نقول بالخبرة صح، وصار في أخطاء فصار يلومونا نحن. فانتبهوا، مثل ما في طبيب عنده ضمير وبيمشي بالبروتوكولات وبتعلم وبيضل يتعلم، كمان نفسنا نحن استشاري ضاع في منا خبرات وعددنا قليل، وفي ناس بلشت تجارية ومثقفات الحمل نفس الشيء. فبرجع بقولكم ابحثوا صح، ولو ما كنت أنا رح أدلكم على ناس غيري وثقوا، الناس كلهم بيعرفوني أنا دايما بدل على حسب المكان وحسب التخصص. في واحدة من السعودية اتصلت فيني وأنا ما بقدر، يعني قد ما مدحوا فيني الحمد لله بفضل رب العالمين، بس ما فيني حل موضوع بالسعودية. هل أنا أعلقها بس حتى تعلق معي لأنها بالسعودية؟ لا، حولتها مباشرة، حولتها اللي مباشرة للسعودية، وعلى طول مدحت لي انه الحمد لله لقت التخصص اللي بدها اياه ليساعدها ويدعمها. طبعا انا قبل ما احولها سألت وبحثت وطمنت وبعدين اعطيتها، ما بعلق الام بنص الطريق، وهذا شعاري، ما بعلق الام بنص الطريق. للأسف في ناس ما بدها تتعلم، ومهما هلكتي نفسك لتحكي للصح، بدهم الراحة والمجاني لحظيا، وما بيعرفوا شو غالي الثمن اللي راح يدفعوه. هو فعليا لس في أمل إنه الناس تبدأ تبلش تحط تسعيرة للتثقيف الصحي وتوعية ومثل الأجانب. يعني أنا موجودة بجروبات الأجانب، المتابعين من الجالية الغربية أو الأخوات الجالية الأسيويين بيحكوا إنجليزي، عم بيلاحظوا الواتساب تبعوا الستيتس كله بالعربي، لأني عم بركز على الجالية العربية. هني عندن 50,000 جروب موجود عندنا بالإمارات، كل واحدة تخصصت عملت لها جروب، كل واحدة تخصصت عملت لها صفحة، كل الأجانب وعم بيساعدوا بعض وبيتثقفوا، بس نحن بعدنا مثل ما نحن. فبليز ثقافة الحماية مش ثقافة حل المشكلة، من الحماية والوقاية أني أتعلم وأثقف وأدور على الخبرة. هذا باختصار لأنه صار لي نص ساعة، وإن شاء الله الأخوات اللي ما نحضروا يحضروا التسجيل ويتأكدوا أنه أي شيء بخص الرضاعة الطبيعية أو مشاكل الثدي والتغذية، سواء طبيب نساء ولا أطفال، إذا ما بيعرفوا فيه دوري على شيء اسمه استشارة رضاعة، أخصائية رضاعة، شو كانت مرجعيتها لازم تساعدك، وإذا دورتي عليها ولقيتيها اسألي على خبرتها كمان، مش بس تاخديها فرش. أوكي، يعطيكم العافية.